هي سلطات اتحادية حصرا. كما ذكرت أنا سمعت في بعض وسائل الإعلام فلفلين يروج أنه هاي مشتركة، يمكن يقلل الخسائر باعتبار يمكن يعتبر نفسه خسر حتى نوع من رد الاعتبار. أنا ما أريد أهين أحد في هذا الموضوع، واضح الدستور سلطة هذه المناطق للسلطة الاتحادية، واضح راح أطبق السلطة الاتحادية بالكامل وهذا هو مطلبنا. نعم كما ذكرت مفارز من البيشمركة باعتبارها ضمن المنظومة الأمنية العراقية متابعة لأحد آخر، ويجب أن تكون تحت قيادة قائد عام للقوات المسلحة حسب ما مكتوب بالاتفاق اللي سويناه. هذه ممكن تتواجد في بعض هذه المناطق اللي ينسحبون منها من أجل تطمئن المواطنين، هذا نسويه، ما عندي مشكلة في هذا الإطار. أما المنافذ الحدودية أكو بالدستور محددة، السيطرة على الحدود من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية حسب مادة 110، واضح صلاحيات حصرية السيطرة على الحدود. نعم المنافذ الحدودية بمعنى الجمارك وغيرها هناك نص أن يكون التنسيق مع المحافظة أو مع الإقليم في هذا الإطار، نفس السياق المشي على كل المحافظات وعلى كل المنافذ على أن تكون كل الواردات تذهب إلى السلطة الاتحادية في هذا الإطار، واردات الجمارك، يجب أن يطبق قانون الجمارك على كل المنافذ العراقية بنفس المستوى.